السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. فيديو جديد اليوم نقدم معكم غريبة ديال البهلة، تجي لذيذة وتدوب في الفم والمذاق، يا سلام. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه والمقادير. عندي نديروا المقادير والطريقه في نفس الوقت. تنجيبوا شي قصريه تنديروا فيها 250 غرام الزبده بحراره المطبخ، ضروري تجبدوها تطلق شويه عاد تخدموا بها باش تساعدكم. قبيسات الملحه، 250 غرام سكر كلاسي اي رابعه، وتنخلطوا هاد الزبده والسكر كلاسي مزيان حتى تولي نكهه البوماط، حتى يذوب لنا داك السكر وديك الزبده تخلط لنا مزيان. حتى تلقاو الزبده ولات كي البوماد مزيان مخلطه ودايبه، واللي ما اشترك في القناه يشترك فضلا وليس امرا، واللي اول مره يشوف قناتي مرز الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي. وتنزيدوا 3 الكيسان ديال العنبه الزيت العبر بكاس العنبه، نديروا الكاس الاول الكاس الثاني والكاس الثالث، وتنخلطوا هاد الزيت مزيان حتى تنسجموا لنا دوك المكونات. من بعد تنزيدوا واحد الساشي ديال الفاني، وكاس ديال الجنجلان حبوب محمر، وتنخلطو مزيان هاد العناصر. وتنزيدوا الطحين بشويه بشويه، انا تقريبا هزت لي كيلو على حساب كل واحد الطحين ديالو، كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش. تنزيدوا الطحين بشويه بشويه وتنخلطوا، ما تنعجنوهاش غير تندخلوا داك الطحين. حتى يدخل لنا داك الطحين مزيان، نبقى نزيدو الطحين بشويه بشويه حتى نشوفو القوام ديال العجين، وتنزيدو زوج خمارات حمر. وتنخلطو مزيان حتى تيتجمع لنا العجين، هتشوفوا معايا القوام كي تيكون ديال العجين. من بعد نزيد الطحين اللي تبقى ليا،
نلفي ونجمع العجين. بحال الطريقة هذا هو القوام ديال العجين، تتكون رطبة وتتكورنا في يدينا. تنجيبو شي لاطا وتنكبرو الغريبة ديالنا، ما تنضغطوش عليها، تنرخفو يدينا، ما نزيروش للعجين، اي نرخفو يدينا في التكوار. بعد تنشعلو الفران يكون سخون مزيان من قبل، وفاش ندخلو الطاوة ديالنا نقصو العافية كي الشمعة ونحطو الطاوة ديالنا لتحت حتى تتشقق ونطلعوها لفوق تكمل الطياب. هاد غريبة تتجي لذيذة والمذاق ما نقولكمش، يا سلام جربوها ما هاديش تندموا عليها. واللي ما دارش البصمة يديرها وشي لايك زوين بحالكم. وتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير فضلا منكم. وها الغريبة ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران بشكل نهائي تتجي هائلة. نتمنى تجربوها ما هاديش تندموا عليها، وتذوب في الفم وهشيشة. أنقسم معاكم وحدة باش تشوفوا كي تتجي. ما تطيبوهاش بزاف، يتحمر شويه وودوها باش تكمل الطياب. شيشه، وتنتمنى تجربوها. وشكرا لكم، الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.